نستكمل اليوم حصصنا إن شاء الله، نتأكد بس من الصوت كده بعد إذنكم، إن كل واحد يكون كتب لي رقم واحد كده بسرعة على الشات عشان نتأكد. تمام، منورين جميعا، جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to complete our grammar lesson, which is module 4, about the direct and indirect speech. النهارده هنستكمل الدرس بتاعنا ان شاء الله. كان فاضل عندنا جزء بسيط كده في الجرامر اللي هو بيتكلم على الدايركت والاندايركت او المباشر وغير المباشر. Today we are going to speak about the order. هنبدأ نشرح طبعا النهارده جزء خاص بال المباشر وغير المباشر اللي كان فاضل لنا، اللي هو حالة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً زي ما انتم شايفين أمامكم كده يا شباب، زي ما عرضت أمامك، This is the order، أو هذا هو حالة الأمر في المباشر وغير المباشر. هنشرحه زي ما عملنا المرة اللي فاتت برضو من هذا المكان، وبعدين هنرجع إن شاء الله نتكلم عليه مرة تانية في كتاب المدرسة بإذن الله تعالى. طبعا زي ما احنا متفقين، أو هناخد بس فكرة كده، before we speak about the imperative أو the order اللي هو الأمر أو حالة الأمر، we should know that we have two kinds of imperative. لازم نعرف إن احنا عندنا حالتين أو نوعين من الأمر. We have the positive and the negative imperatives. يعني عندنا الامبيراتيف اللي هو الإيجابي، أو اللي هو فعل الأمر الإيجابي اللي هو ضرورة عمل شيء ما، وعندنا اللي هو نيجاتيف طبعا اللي هو المنفي. بالنسبة للإيجابي يا شباب، زي ما احنا شايفين في الإكزامبلز أو الأمثلة اللي قدامنا، طبعا نتذكر إن الجملة عندنا عندي الجملة الخارجية أهي، والجملة الداخلية اللي هي ما بين الأقواس هتبقى تختلف، بس المرة دي إنها بتكون في حالة الأمر. يبقى نمبر 1 مثلا، the doctor said to me this is the outsider sentence، او هي دي الجمله الخارجيه. The insider sentence drink a lot of water. طبعا هنا positive imperative او فعل امر في حاله ايجابيه، لانه بينصحني او بيامرني بعمل شيء ما. اوكي؟ طيب لما نيجي نشوف بقى الترتيب اللي عندي اللي هعمله. عند تحويل الامر من الكلام المباشر الى الكلام الغير مباشر يجب ان نتبع الاتي. نمبر 1، نستخدم advised للنصيحة. يعني أنا بقرأ الجملة اللي قدامي، لو هي عبارة عن نصيحة ممكن بدل كلمة said to أحولها إلى advised، أو ممكن أستخدم بدل said to أخليها ordered لو هي حالة أمر. يعني مثلا مدرس بتاعي بيقول لي اعمل الواجب، أو الوالدة مثلا بتقول لي نظف غرفتك، يبقى ده حالة أمر، يبقى بدل said to أخليها ordered بمعنى أمره. افرض ان هو الامر اللي قدامي مش امر ان انا اعمل حاجه، ولكنه نوع من التوسل. يعني مثلا انت بتحاول ان انت تتوسل لوالدك، بتقول له يا والدي مثلا اشتري لي جوال، او اشتري لي مثلا سماعات جديده. طبعا هنا مش المقصود بها التوسل يعني الرجاء، ولكن الطلب بشكل في نوع من انواع التهذيب. فممكن تتحول الى advised او ordered او begged او told، حسب عندما يكون الكلام موجه من شخص إلى شخص يساويه في المرتبة، أو حسب درجة معنى الكلام اللي قدامي. خلاص يا شباب؟ هنا مش هتفرق، يعني كل التحويلات دي هي صح، مش هنقول لك إن في أي حاجة منها تكون غلط. بس المهارة اللي عندنا بقى يا شباب، أو what we should do is to differentiate between the positive and the negative. إن إحنا لازم نفرق ما بين الإيجابي والسلبي. بمعنى لازم اعرف الاول اذا كانت الجمله عندي جمله ايجابيه، او لو كانت الجمله اللي انا هقوم بيها جمله ايجابيه، يبقى المفروض يا شباب ان انا اشيل الاقواس واربط باستخدام to. يعني لو الامر اللي قدامي امر ايجابي، اشيل الاقواس واربط باستخدام، او احذف الاقواس واحط كلمه to. تمام؟ طيب اذا كان اللي عندي، اذا كان الجمله اللي عندي الداخليه اتس ا نيجاتيف امبيريتيف، بشيل الاقواس واحط نوت تو بس. هو ده اللي انا بعمله، او هو ده الاختلاف ما بينها وما بين الجمل الثانيه. هنشوف في المثال بشكل سريع. The doctor said to me drink a lot of water.
قبل ما اعمل اي حاجه هحدد نوع الامبيرتيف او نوع الامر عندي او الاوردر عندي، ده نوع نيجاتيف اور بوزيتيف. طبعا هنا درينك يبقى الجمله كده، الفعل في حاله المصدر يبقى ده بوزيتيف امبيرتيف او فعل امر في حاله الايجاب، يعني بضروره يتعمل شيء. ما دام في حاله الايجاب يبقى لازم على طول اربط او اشيل اقواس واحط كلمه تو، زي ما احنا شايفين في المثال اللي امامنا. يبقى هنا قال لي ذا دكتور سيت تو مي، شال سيت تو وحط ادفايزد على اساس انها نوع من انواع النصيحه، شلنا الاقواس وحطينا كلمه تو، وبعدين بكمل جملتي زي ما هي ما فيها اي تغيير، لان بعد تو بجيب الفعل في حاله المصدر، الا لو فيها مجموعه من الضمائر، هو ده بس اللي يخليني اغير الضمائر الداخليه زي ما احنا تعودنا قبل كده. خلاص؟ طيب اذا كان الفعل في حاله، او اذا كان الامر اللي عندي في حاله النفي، اتس نيجاتيف اوردر او في حاله النفي، بشيل الاقواس واربط بنوت تو، ادي التغيير اللي عندي اللي حصل بس يا شباب. علي said to his brother don't make any noise، don't make any noise، لا تفعل او لا تقم بعمل اي ضوضاء. اوكي، يبقى هنا علشان الامر منفي يا شباب، بدل don't هتصبح هشيل الاقواس واحط not to، وبرضه بكمل عادي خالص لان بعد not to كذلك بجيب الفعل في حاله المصدر. طيب نشوف الجمله اللي بعدها اللي هي نمبر 3 هنا، عشان نشوف مثال في كلمه please. Suha said to her mother please give me some money. طبعا هنا نوع من انواع الطلب، بس بشكل مش هنقول ان هو توسل، ولكن بشكل طلب بطريقه مهذبه، فبتقول لوالدتها كلمه بليز. كلمه بليز لما باجي انا احول الاندايركت بتحذف، من الممكن ان تحذفها ما توضع في الجمله. يبقى حولت سيت تو الى بيجد، يبقى سوها بيجد هير ماذر، بدل الاقواس عشان الفعل في حاله المصدر اللي هو من اول كلمه جيف مي، يبقى تو جيف مي، طبعا كانت هي بتقول لامها اعطيني، فاحنا لما بننقل الكلام بنقول سوها بيجد هير ماذر تو جيف، انها تعطيها هي تو جيف هير سم ماني. طبعا هو درس سهل النهارده يا شباب، او الجزء اللي كان فاضل ده من الحصه اللي فاتت كان سهل خالص. يا ريت بس لو كله تمام اكتب لي رقم واحد في الشات، لو في اي حاجه مش واضحه اكتب لي مره ثانيه علشان اعيدها باذن الله تعالى. شكرا يا شباب. صالح بندر انا هي، حاضر اعيد نمبر اللي هو المثال رقم واحد يا صالح معايا يا حبيبي. حاضر من عينيا. زميلنا طالب المثال اللي هو اكزامبل نمبر 1، ذا دكتور سيد تو مي درينك ا لوت اوف ووتر. طيب انا باجي للجمله الخارجيه، التحويل عندي بيبدا من كلمه سيد تو. كلمه سيد تو طبعا يا شباب هو ده، طبعا هنا انا اوضح الاول العلاقه اللي بتتكلم، مين اللي بيتكلم؟ الدكتور بيكلمني، فطبعا الدكتور بيبقى الى حد ما بيبقى كلامه عباره عن نصائح. يبقى ذا دكتور سيد تو مي، حولت كلمه سيد تو الى ادفايزد بمعنى نصحني. تمام، بشيل الاقواس، ببص الاول نوع الامر اللي هنا ايه. طبعا درينك في حاله المصدر، يبقى الامر ده طبعا امر مثبت او بوزيتيف امبيريتيف، يعني امر في حاله الاثبات. في هذه الحاله بشيل الاقواس ما دام الامر مثبت، واضع كلمه تو واحط الفعل في حاله المصدر بعد كلمه تو. فايز دي نصحني ان انا اعمل ايه؟ تو درينك ا لوت اوف ووتر. طبعا بقيه الجمله ما بغيرش فيها حاجه، لان هنا ما في اي ضمائر ولا اي شيء يتيح لي ان انا اغير اي حاجه داخل الجمله الداخليه. تمام كده يا صالح او كل الشباب؟ في اي حاجه ثانيه مش واضحه؟ تمام. هنرجع بقى لكتاب الطالب بتاعنا. خليك معايا لو سمحت. طبعا احنا كنا خلصنا الدرس ده الحصه اللي فاتت، كان فاضل لنا بس تاني الجزء اللي احنا بنتكلم عليه اهوت يا شباب، اللي هو الجزء الخاص ب الكوماندز او ريكويستس او حاله الامر او الطلب. فزي ما احنا شايفين اهو، read the examples and complete the rule. Steve please don't interrupt me, be quiet. يبقى Steve asked me not to interrupt him
he told me to be quiet. يبقى use the verb tell to report commands and use and the verb ask to report questions. يبقى لو عندي أسئلة آسف to report requests. يبقى لو عندي جملة أمر هيتفق هنا أن أنا هستخدم على طول كلمة tell. لو عندي جملة request أو طلب بيتفق معايا أن أنا هستخدم كلمة ask. يبقى we commonly use tell when we report commands and ask when we report requests. يبقى هنا هو بيتكلم على الامر حددوا الى جزئين يا شباب command و request. اوكي فقال لي في حاله الكوماند او الامر المباشر هنستخدم كلمه tell, في حاله الطلب هنستخدم كلمه ask. حددها لي على الكلمتين دول فقط. اذا كان عندي الامبيراتيف change to full infinitive or not plus to infinitive بلس فول انفينيتيف, يعني في حاله الامر المثبت احط تو زائد الفعل في المصدر, في حاله الامر المنفي احط نوت تو زائد الفعل في حاله المصدر. نعمل الامثله دي بسرعه مع بعض. What are you eating Jeremy asked. طبعا احنا هنراجع النهارده يا شباب على الاثنين, في حاجات احنا نعرف ان احنا حليناها المره اللي فاتت, هنراجع على الاثنين اللي هو السؤال والامر والكوماند والريكوست. What are you eating? Jeremy asked. ده طبعا سؤال, يبقى Jeremy asked me. طيب هنا هربط بكلمة, احنا قلنا السؤال عشان نراجع عليه تاني بسرعة مرة سريعة كده. If the question begins with a question word, لو السؤال عندي بادئ بأداة استفهام بربط بأداة الاستفهام. If the question is yes or no, لو السؤال عندي بمعنى yes أو no هربط بكلمة if. نادر, what I was eating. يبقى ناخد بالنا يا نادر من النقطة دي, انت لما قلت what was I eating لسه سؤال زي ما هو يا حبيبي, لكن احنا عندنا الخطوة اللي قلناها المرة اللي فاتت واحنا بنعمل السؤال, نعمل ايه يا رجالة؟ بعد ما احط اداة الاستفهام اللي هي كلمة what اللي هي عندي هنا في الجملة, احول السؤال او احول الجملة اللي عندي الخارجية دي الى جملة خبرية. بدل ما اقول are you eating اخليها you are eating, تبقى أصبح جملة خبرية وبعدين أحولها إلى غير مباشر. ما ننساش النقطة دي رجال. طيب number two, please let me borrow your jacket. Please let me borrow your jacket. فأنا عايزني إن أنا بيطلب إن هو يستعير الجاكيت بتاعي. في said to her sister, حول said to هنا إلى asked, يبقى في asked her sister. ها يلا يا شباب, طبعا please قلنا هنشيلها. الفعل عندي بادئ من او الجمله بادئه من كول من اول كلمه let me borrow your jacket, هتصبح to let her borrow her jacket, to let her borrow her jacket. شكرا يا ياسر, شكرا يا ياسر, جزاك الله كل خير. طيب الجمله الثانيه, الجمله نمبر 3, stop right there, the police officer said to the man. هو طبعا حلل الجملة الخارجية, the police officer told the man. وطبعا أنا في رأيي يا شباب الأفضل هنا من كلمة told, لأن طبعا جاي من police officer بيقول لرجل توقف, يبقى ده أحسن من told, كان المفروض نستخدم order, بس هي برضو تمشي الحال يعني. طيب الجملة عندي stop right there, برافو ياسر جزاك الله كل خير ما شاء الله عليك, يبقى كلمة stop هخليها to stop, to stop right there. تمام كده رجالة. طيب now for number four, do you need any help. دي طبعا question ومتهيئة اللي احنا عملنا دي المرة اللي فاتت, يبقى my father asked. تمام برافو يا ياسر, برافو يا نادر, جزاكم الله كل خير, شكرا يا صالح. طبعا هنا السؤال بادئ بيس او نو كويستشن اللي هو السؤال بمعنى هل. في هذه الحاله احنا اتفقنا ان احنا بنربط بكلمه اف ونحول الجمل زي ما عملنا, يبقى اف اي نيدد اني هيلب. طيب نمبر 5, don't open that window, حسين said to the children. يبقى حسين told the children, طبعا ده امر منفي. ها يلا بس بسرعه كده يا رجاله نحول said to, اسف don't الى, ممتاز يا ياسر, not to open, وياسر حول كمان, برافو عليك اهوت, not to open that window. شكرا يا ياسر, جزاك الله كل خير, وشكرا طبعا لكل اللي بيشاركوا معايا. طيب the last one, why did you come back
سو سو. طبعا سؤال بادئ بإعداد استفهام مباشرة اهي، يبقى تيد اسكت. ها واي تيد اسكت مي واي اي هاد كم. ممتاز ما شاء الله عليك يا ياسر النهارده. واي اي هاد كم، شكرا جزاكم الله كل خير. طيب بسرعه يا شباب عشان انتقل للدرس الجديد بتاعي، لو في اي مشكله عندك اذكرها لي وانا اعيدها تاني من عينيا الاثنين ليكم. لو ما فيش بسرعه عشان ننتقل الى الدرس اللي جاي، لو ما فيش مشاكل اكتب لي نمبر 1. تمام، توكلنا على الله. طبعا الدرس بتاعنا النهارده What is cooking؟ هو مش متناسب معانا بصراحة يا شباب، هو الدرس كله عن الطبيخ، معرفش هم عارفين ان احنا في الحاضر وكل الرجالة الوقت بدأت تستغل مواهبها في الطبخ. فهنعرف النهاردة All our lesson is to know new vocabulary about cooking. كل الدرس بتاعنا النهاردة يا شباب ان احنا هنعرف بعض الكلمات الخاصة بعملية الطبخ. تمام؟ أول سؤال، Who cooks at your house؟ مين اللي بيطبخ عندك في المنزل؟ ده طبعاً هو بيتكلم على الشخص الرئيسي. طيب لو أنت بتطبخ أنت بقى، Do you cook؟ هل أنت بتطبخ؟ و Why and why not؟ تمام؟ تمام، هذا الواقع ورفضنا سارة المطبخ. شكرا يا عبد العزيز. طيب يا ريت نترجم مع بعض يا شباب، انا همسكهم كلمه كلمه كده وبسرعه مع بعض ويا ريت نترجم. Look at the pictures and the words and try to guess the meaning of the verb symbol. طبعا هو في عندي كلمات معموله بلون اسود ثقيل شويه وفي كلمات هنترجمها. طبعا هنبص للصوره الاول وبعدين هناخد الجمل اللي تحتها. Picture number one، طبعا عندي هنا كلمتين، عندي wooden spoon اللي هي الملعقه الخشبيه. تمام. طبعا عبد المجيد خد بالك بس عشان يبقى الكلام مظبوط، هي ملعقه للتقليب بس احنا ممكن نقلب باي معلقه. هي هنا قصده وودن سبول، المقصود بها انها تكون ملعقه خشبيه، وطبعا عشان شكلها ما تخشش المطبخ كتير الملعقه الخشب عشان ما تجرحش في الاواني اللي عندنا، لان يعني ممكن تبقى عندك انيه وتيجي تقلب بمعلقه معدنيه تجرح، خد بالك ماما هتوديك في داهيه. طيب عندي كمان كلمة sauce pan اللي هو القدر أو الإناء أو اللي احنا بنقول عليها، برافو عليكم جميعا، شكرا عبد المجيد عبد العزيز وصالح، اللي احنا بنقول عليها القدر أو الإناء أو بالبلدي كده اللي هي الحلة بتاعتي. طيب تحت الصورة بتاعتي boil the rice and stir. طبعا الفيربين اللي أنا عايزهم أو الفعلين الفيربس اللي أنا عايز أتكلم عليها اللي هي كلمة boil وكلمة stir. طبعا كلمة boil بمعنى يغلي، يعني لازم يكون في ميه واحطها على النار عشان تغلي. تمام. طبعا استر بمعنى يقلب، استر بمعنى يقلب. تمام. في طيب نيجي بقى للبيكتشر نمبر 2، نايف. طبعا كلنا عارفين ان الخطا الشائع الناس الجميله اللي بتقول كنايف، ناخد بالنا طبعا ده كي السايلنت، طبعا نايف اللي هي سكين، برافو عليكم، شكرا ياسر وعبد الرحمن. تشوبينج بورد، تشوبينج بورد طبعا لوح التقطيع. يبقى انا عندي في الصوره دي كلمه نايف وكلمه تشوبينج بورد اللي هو لوح التقطيع. ممتاز يا شباب جزاكم الله كل خير. طيب الجمله اللي عندي بيقول لي هنا بيل ذا انيونز اند تشوب ذيم. طبعا كلمه بيل بمعنى يقشر، كلمة بيل بمعنى يقشر، and chop طبعا يقطع، بس خلي بالك كلمة chop يا شباب أقل من كلمة cut، لأن cut ممكن تبقى تقطيع كبير شوية، لكن كلمة chop بمعنى يقطع إلى قطع صغيرة زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا كده. طيب نيجي للصورة رقم 3، mix with milk and cocoa powder أو cacao powder أيا كان. طبعا ميكس هنا بمعنى يخلط، يبقى فيه خليط ما بين حاجتين. تمام. طيب نيجي اللي بعد كده، بوتيتو ماشر. بوتيتو
ماشر اللي هي الآلة بتاعت هرس المهروس. برافو عليك يا عبد العزيز، ما شاء الله، ده احنا عندنا الرجاله كلها مواهب اهي، ده عارفين الكلمات الخاصه بالطبخ كلها. بوتيتو ماشر طبعا اللي هي مهروس او يهرس، الاداه اللي بهرس بيها البطاطس عشان تتحول بعد ما تتسلق. طبعا بتهرس البطاطس تبقى زي العجين كده. وطبعا هنا عندي كلمه بول اللي هو الاناء او الزبديه او الاناء العميق اللي اقدر الحاجه دي ما تقع منه. تمام، يبقى ماش ذا بوتيتوز اللي هو يهرس الطماطم. طيب نيجي للصوره اللي بعدها، عندي كلمه فراينج فراينج بان اللي هو القلايه. برافو عليكم، اللي هي طاسه القلي. تمام، فراينج بان طبعا فراي ذا ايجز بمعنى يقلي البيض. انا عارف انكم شاطرين في عمليه الطبخ بتاعت قلي البيض دي. طيب نيجي اللي بعدها، ملت ذا باتر. وات ذا مينينج اوف باتر؟ انا عايز كلمه باتر الاول يا شباب. زبده. تمام، جزاكم الله كل خير جميعا الممتازين، ياسر، فارس، عبد العزيز، علي، ما شاء الله. طيب كلمه ملت بمعنى يذيب زي ما انتوا قلتوا في الاول كده، ملت ذا باتر يبقى يذيب الزبده. وطبعا كلمه يذيب يبقى لازم يستخدم حراره، يعني يحطها ويكون مولع عليها وبعدين يذيب. طيب كلمة ويسك ذا باتر، ممتاز يا صالح. كلمة ويسك بمعنى يخفق، المضرب ده بنسميه مضرب اللي هو الخفق أو اللي هو بيمزج الحاجات مع بعضها. تمام، طيب الصورة اللي بعدها عندي كلمة اوفن ديش. طبعا اوفن اللي هو الفرن، اوفن كلمة اوفن دي لحالها يعني الفرن. اوفن ديش اللي هو المقصود بها الصينية أو ال 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 الطبق اللي اقدر ادخله عندي الى الفرن. بيقول لي اد ا لاير اوف كريم اون توب. طبعا اللي انا عندي اللي يهمني هنا كلمه اد بمعنى يضيف. برافو عليكم جميعا، كلمه اد بمعنى يضيف. اد ا لاير اوف كريم اون توب يعني نضيف طبقه من الكريمه على السطح بتاع الصينيه او الطبق اللي عندي. طيب بعد كده عندي كلمات، طبعا هنا عندي بعض الكلمات اللي هي خاصه بالسفره لسه. بليت طبعا كلمة بليت اللي هو الطحن، آسف الصحن أو الطبق يعني. ومعاه كلمة فورك اللي هو الشوكة. جزاكم الله كل خير جميعا ما شاء الله عليك. طيب هنا بيقول لي باور سم ميلتد شوكولات اند سبريد. طبعا كلمة باور بمعنى يصب. طبعا بتبقى تيجي دايما الحاجات السائلة لما تكون أنت مثلا بتغلي ميه وبعدين تبدا تحطها في الكوبايه، يبقى انت كده باورنج يعني بتصب. باور سم ميلتد شوكولات يكون دي طبعا المقصود بيها بعض الشوكولاته المذابه. اند سبريد ومعناها ان انت تنشرها او تفرشها على الحاجه اللي عندك دي. تمام كده يا حلوين، في اي حاجه مش واضحه في الدرس بتاع طبق اليوم؟ تمام، اخر كلمه حاضر اللي هو كلمه سبريد بمعنى ينشر او يوزع، زي ما انت بتاخد كده وبعد ما تنشر بتعمل بتفردها بقى على الاكل بتاعك كله. طيب ننتقل للجزء اللي بعديه، بيقول لي هنا listen to June telling her friend Donna the recipe of for a Peruvian dish called colza. عايزنا نستمع هنا لواحدة اسمها جون بتكلم صديقتها اسمها دونا عن وصف الطهي لأحد الأطباق البيروفية اللي هي من دولة بيرو اسمها كوزا and complete دونز نوت بلو. وعايزنا طبعا نكمل الفراغات اللي قدامنا، احنا هنرجع لدي نكمل الفراغات اللي فيها بعد ما نستمع إن شاء الله. وبعدين برضو عندي true or false عشان يبقى الدرس سهل معاك يا شباب. انا هخليك ان شاء الله تستمع بجانب ان انت برضو تشوف النص بتاع الموضوع ده امامك. هنستمع كده وبعدين هنرجع للقطعه بتاعتنا تاني. Hello. Hi June. How are things? Not too bad. And you?
Well, I need some help. I'm having some friends over for dinner tomorrow, and I have no idea what to cook. And you know me. I'm not the best chef in the world. What about causa? It's a Peruvian dish. Sounds a bit exotic. I hope it's not too difficult and doesn't need ingredients I don't have. Don't worry. It's very simple, and it's not exactly the way they make it in Peru. It's my recipe. I made it the other day, and it turned out lovely. Do you have a pen? Yeah, go on. Right, you need about a kilo of potatoes. Okay. You also need a tin of tuna, some mayonnaise, and a small onion. Tuna, mayonnaise, and an onion. Okay, so what do I do? First, you peel and boil the potatoes. Then, you mash them with some oil. Olive oil? Yeah, or vegetable oil. Also, add some lemon juice and some salt and pepper to the mash and leave it aside. What next? Chop up the onion, put it in a bowl, and mix it with the tuna and some mayonnaise. How much mayonnaise? About a cup. Don't put too much, it won't be nice. Yeah, and it's not very healthy. That's true. Finally, you take a dish and spread some mayonnaise on the bottom. Then add a layer of mashed potato. Next, add a layer of the tuna mayonnaise mix. Finally, add another layer of mashed potato on top. That's easy. I know, and it's delicious. Then put it in the fridge for a while to cool. That's it? Yeah. Oh, and don't forget to add some olives or boiled egg slices for decoration before you serve it. Lovely. What's it called again? Causa. C-A-U-S-A. And a very nice Peruvian salad recipe too. Hold on, let me get more paper. تمام كده يا شباب، نرجع تاني بقى للنص بتاعنا، للقطعة اللي فيها الفراغات. يبقى طبعا هنا عشان نكمل الفراغات اللي قدامني دي، نمبر 1 1 كيلوغرام ممتاز اوف بوتيتوز، ممتاز صالح وياسر. وهنا 1 كيلوغرام اوف 1 كيلوغرام اوف بوتيتوز. طيب نمبر 2 1 10 اوف one tin of، ممتاز ياسر صالح وريان of، and one tin of tuna and mayonnaise. تمام. طيب اللي بعدها one small onion، ممتاز يا شباب جزاكم الله كل خير. one small onion. Vegetable or olive oil. Vegetable oil or olive oil. Thank you very much. Okay. Not juice. ممتاز صالح. ممتاز ريان. ممتاز ما شاء الله. علي. جزاكم الله كل خير جميعا يا ياسر. ها؟ ياسر اعمل الكيبورد انجلش يا ياسر. Lemon. ممتاز. Lemon juice. Salt and pepper. Olives boiled. The last one bit egg، ممتاز، أو egg slices طبعا اللي هي شرائح من البيض. جزاكم الله كل خير جميعا يا رجال. طيب نيجي هنا بقى تاني number one boil. طبعا هنا بيقول لي listen again reads the instructions below and write true or false T or F فقط. number one boil the potatoes with the onions. Boil the potatoes with the onions. T or F. تمام ما شاء الله. T or F. تمام كل الرجاله مجاوبين عليها مظبوط. It's F. Okay number two. Mash the potatoes with
some oil. Mash the potatoes with some oil. ممتاز يا شباب. طبعا it's true. It's true. طيب number three. Mix the tuna with the mayonnaise and the eggs. True or false? الرجال اللي كاتبين كلهم true true true. ناخد بالنا لنهاية الجملة يا شباب. هو هنا قال لي mix the tuna with the mayonnaise and the eggs. ما يعني ما تبقاش الحاجة يا شباب سهلة قوي 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 زيادة عن اللزوم. ما ونغلط فيها على حاجات بسيطة. تمام؟ يعني لازم نقرأ الجملة لنهايتها. هو هنا قال لي إيه يا شباب؟ chop the onion, chop up the onion. Put it in a bowl and mix it with the tuna and some mayonnaise. ما جابش سيرة eggs خالص. يبقى ناخد بالنا من الحاجات دي عشان هي make layers or layers potato and tuna mayonnaise. And then it's T for true. Okay, number five, the last one. Decorate with the slices of lemon. هل الديكوريشن هنا هيكون بالليمونز او شرائح الليمونز؟ طبعا it's false. Egg slices, bravo يا صالح. Thank you very much. شكرا يا ياسر. شكرا علي. شكرا يا وائل. شكرا لكل اللي بيجاوب. Okay, that's all for today. ده كده النهارده يا شباب هيبقى كل حاجه بالنسبه لليوم. هيبقى فاضل عندنا درس اللي هو تان 4D مع الجرامر اللي عندي هيبقى ان شاء الله conditional sentence type 2 وكذلك ده طبعا الفاضل بس الجرامر اللي عندنا يبقى فاضل لنا بس والدرس الخامس طبعا ما في اي شيء هيتاخد بسرعه كده باذن الله. لو في اي حاجه مش واضحه يا شباب انا تحت امركم. حاضر يا عبد العزيز. حاضر يا حبيبي. وقت ما يجي ميعادها انا هبعت يعني هطلع كل حاجه في وقتها يا حبيبي. لو في اي حاجه مش واضحه يا شباب انا تحت امركم. لو في اي مشكله اعيدها ثاني. درس اليوم كان بسيط جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله وباذن الله لنا لقاء الحصه القادمه باذن الله تعالى. شكرا يا شباب جزاكم الله جميعا كل خير. أستاذ محمد لو حضرتك سامعني كده احنا نهينا الحصة إن شاء الله. شكرا يا مستر تامر جزاكم الله